جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم قراءة دعاء الاستفتاح في النوافل؟ وما حكم الجهر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر والمرأة؟ لأن ذلك يسبب الترتيب للقرآن ويبعد الوساوس. الجهر في صلاة الظهر والعصر مخالف للسنة. السنة في صلاة النهار الإسرار، إلا ما ورد الدليل أنه يجهر به للإمام كصلاة الجمعة، صلاة العيدين، وصلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، هذا يجهر به لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما ما عدا ما ورد الدليل من جهر به في النهار فإنه السنة الإسرار للرجال وللنساء. وبقية السؤال، وبقية السؤال تقول: لأن ذلك يسبب الترتيب للقرآن ويبعد الوساوس. هذا التعليل لا يبرر الجهر في النهار، مخالفة السنة. نعم. ودعاء الاستفتاح في النوافل؟ دعاء الاستفتاح مستحب في النوافل وفي الفرائض. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.